نذهب إلى الميثود الآخر وهو إيجاد find y of t. عشان نوجد ال y of t لهذه ال function y double dash زائد 2 y dash زائد 5 y يساوي 2 r t. عشان نوجد ال y of t نحولها أول حاجة إلى لابلاس ترانسفورم، لابلاس للديفرنشال إيكويشن فتساوي هذه الإيكويشن فتعطينا S تربيع Y of S. طبعا all initial condition تساوي صفر، all initial condition تساوي صفر، then S square Y of S 2S y of s زائدا 5 y of s هتساوي 2 r of s. طيب الآن ناخذ ال y of s عامل مشترك، تبقى s تربيع زائدا 2 s زائدا 5 تساوي 2 r of s. الآن transfer function هتساوي ماذا؟ ال output على ال input، ال output y of s على ال input r of s تصير 2 على s تربيع زائد 2 s زائد 5. طيب هو في السؤال هنا في اللاب ريبورت قال انه ال R of T هتساوي 1 فولت unit step function. اذا ال R of T نحولها الى R of S اذا كانت unit step function فتصير ماذا؟ تصير 1 على S، لان R of T قلنا تساوي U T. نحولها إلى لابلاس ترانسفورم إلى 1 على S حيكون. طيب عشان نوجد ال y of t لازم نوجد ال y of s يصير 2 على S على S تربيع زائد 2 S زائد 5 اللي هي تساوي 2 على S مضروبة في S تربيع زائد 2 S زائد 5 اللي هي تساوي A على S زائد B S زائد C على S تربيع زائد 2 S زائد 5. هذه وضعتها بالطريقة دي لأن هنا second order فلازم تكون في البسط first order. كيف نوجد ال A بالريزيديو ثيورم زي ما كنا نحل في الثيوري؟ هتكون 2 على S تربيع زائد 2 S زائد 5 عندما ال S مقام ال A يساوي صفر هتكون 2 على 5. طيب كيف نوجد ال B وال C؟ نستخدم الكومبينيشن ثيورم، 2 تساوي ال A مضروبة في مقام ال B S تربيع زائد 2 S زائد 5 زائد ال B S زائد C مضروبة في مقام ال A اللي هي ال S. طيب الآن ناخذ ال coefficients هنا S تربيع في ال left hand side ما في معامل لل S تربيع إذا صفر يساوي. طيب ال right hand side معامل الاس تربيع هنا هو ال A زائد المعامل الاس تربيع هنا هو ال B، هذا يؤدي إلى أن ال B تساوي minus A حتساوي minus 2 over 5. نأخذ ال coefficient لل S 0 في ال left hand side حيساوي 2 في ال A في ال right hand side زائد
سي، هذا يؤدي إلى أن السي تساوي minus 2a تساوي minus 4 over 5. الآن نعوض بالقيم في المعادلة، فتكون y of s ال a اللي هي 5 على 2 ال s ناقص ال b اللي هي minus 5 over 2 أو 5 over 2 لما أخذنا عامل مشترك في s زائد 2 على s تربيع زائد 2 s زائد 5. ال y of s هتساوي 5 على 2 في ال s ناقص 5 على 2 عامل مشترك s زائد 1 زائد 1 على ال s تربيع، هتكون s تربيع زائد 2 s زائد 1 زائد 4. ما سوينا أي شيء خاطئ mathematically، فقط حتى تكون في الفورم s زائد a على s زائد a الكل تربيع زائد أوميجا تربيع. أنا أبغى أوصلها للفورم هذه حتى أقدر أحولها إلى ال e minus at كوساين أوميجا t لما تكون في التايم دومين، لما أحولها من الاس دومين للتايم دومين تكون 5 على 2 مضروبة في s زائد 1 على s زائد 1 الكل تربيع اللي هي عبارة عن هذه زائد 4 اللي هي الأوميجا تربيع زائد 1 مضروب في الأوميجا على الأوميجا، الأوميجا عندنا تربيع 4 إذا حيكون نص مضروب في 2 اللي هو يعطينا نفس الواحد هذا على S زائد 1 الكل تربيع زائد 4، فحيساوي ماذا؟ الآن نأتي باللابلاس انفيرس للواي اوف اس حتى تعطينا الواي اوف تي، حتساوي اليونت ستيب فانكشن هي عبارة 5 على 2 هذه الكونستنت و 1 على اس عبارة عن 5 على 2 ماينس 5 على 2. طيب هذه عبارة عن ماذا؟ عن اي ماينس تي، هذا ال A كوساين لأن عندي في البسط S أوميجا اللي هي جذر الأربعة 2 تي زائدا 2 أو عفوا نص مضروبة في E ماينس تي ساين 2 تي، وهذا هو حل المعادلة y of t.